تونسي ان شاء الله مجموعه الساحه التونسيه والاتفاق النهائي مع المقبول ان شاء الله في اجتماع مجلس الاداره اليوم بالحال. هذا نتيجه مفاوضات ثلاثه اشهر وقدمنا مجموعه اصلاحات اللي اشتغلت عليها وتوليها المسؤوليه و كللت الحمد لله بالنجاح في المستقبل لدينا اتفاق الخبراء اللي توصلنا اليه في واشنطن. هو التسهيلات في اطار الاكستند فوند فاسيلتي للتسهيلات المتاتيه من برنامج الحكومه، وهذا يهم جدا كونه نصروا على هذه النقطه. هو برنامج الاصلاح الوطني المصمم بشكل تشاركي لدى الاداره والمتخلفين بالنسبه لمناخ العمال على سبيل المثال، ولا بالنسبه للمخطط القطاع الخاص والمنظمات المهنيه والاجتماعيه. وهي اذا مجموعه اصلاحات اللي حان وقتها وضروري الان تنفيذها بشكل مكثف لوضع مسار الاقتصاد التونسي على المسار الصحيح واسترجاع التوازنات الماليه وفق الخطه اللي تم اللي عملناها. وعلى مجموعه الممولين اللي نحب نشكرهم على وقوف الرجال التونسي في الفتره الصعبه. وقتاش توقع على القسط الاول؟ القرار يرجع للنظر في مجلس الاداره تصب في المقبول. احنا قمنا باللي قدمنا برنامجنا والبرنامج المتكامل اقنع صندوق النقد هو اقنع كذلك حتى نشوفوا الفترة الأخيرة التقييم اللي صار أول مرة منذ 11 سنة تحسين نسبي يكون تحسين للترقيم السيادي لتونس. هذا هام جدا لأنه مع التعافي الاقتصاد التونسي تدريجيا لابد أن نرجع إلى السوق العالمية، واليوم ما نجموش نمشوا على السوق المالية الدولية بالتقييم الموجود حاليا.